بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أما بعد، أعزائي طلاب الصف الثاني الابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع الدرس الأول في الوحدة الثانية، وهو خير الناس. هناخد النهاردة الجزء الثاني. أول حاجة عندي بيقول لي هنا: بنى الأول مدرسة. بنى الأول مدرسة لأطفال القرية. بنى الثاني مستشفى لعلاج المرضى. وأقام الثالث مصنعا لملابس الأطفال. يلا نقرأها مرة ثانية. بنى الأول مدرسة لأطفال القرية. بنى الثاني مستشفى لعلاج المرضى. وأقام الثالث مصنعا لملابس الأطفال. يعني الأول بنى إيه؟ بنى مدرسة. بنى عندي الصديق الأول بنى إيه؟ بنى مدرسة. الصديق الثاني بنى إيه؟ بنى مستشفى. الصديق الثالث بنى إيه؟ بنى مصنع لملابس الأطفال. الصديق الأول بنى مدرسة. الصديق الثاني بنى مستشفى. الصديق الثالث بنى مصنع. يبقى هنا يجي لي يسأل في الامتحان يقول لي: بنى الأول نقط. بنى الصديق الأول إيه؟ ها؟ مدرسة. بنى الصديق الأول مدرسة. بنى الصديق الثاني إيه؟ مستشفى. بنى الصديق الثاني مستشفى. بنى الثالث مصنع. بنى الصديق الثالث إيه؟ مصنع. عندي هنا بنى يعني أقامة، عكسها هدم. طبعا بنى هي فيها ألف لينة، يعني دي اسمها ألف لينة مش اسمها ياء، زي كلمة إيه؟ زي كلمة مصطفى، زي كلمة سلوى، منى، دي اسمها آخرها ألف لينة. تمام. الثاني، الثاني فيها لام شمسية. وكمان في فرق هنا، كلمة الثاني فيها ياء أصلية، يعني هي تحتها نقطتين، لما الألف اللينة ياء بس مش تحتها إيه؟ نقطتين. تمام. بين الثاني فيها لام شمسية. مدرسة جمعها مدارس. مدرسة جمعها مدارس. كمان مدرسة فيها تاء مربوطة. مدرسة فيها تاء إيه؟ مربوطة. مستشفى برضو فيها ألف إيه؟ ألف لينة. جمعها مستشفيات. المرضى برضو هنا عندي برضو ألف إيه؟ لينة. المرضى مستشفى. بنى سلوى منى مصطفى، دي كلها فيها ألف إيه؟ ألف لينة. تكتب زي دي كده، تكتب ياء كده بس مش تحتها أي نقط وتنطق ألف. ماشي. المرضى فيها لام قمرية وفيها ألف إيه؟ لينة. أعمال، أعمال فيها مد بالألف. مفيدة مد بالياء وفيها تاء مربوطة. نافعة مضادها ضارة. نافعة مضادها ضارة. عندي هنا سؤال للمراجعة، سؤال بيجي في الامتحان، بيجي زي ده كده بالظبط.
يقول لي هنا خير الناس في قديم الزمان خرج 3 أصدقاء من قريتنا ومرت الأيام ثم عاد الأصدقاء إلى القرية. بنى الأول مدرسة لأطفال القرية. معنى عاد رجع، معنى عاد رجع، جمع مدرسة مدارس، ضد قديم حديث، ضد الأول الأخير، ضد الأطفال الشيوخ، جمع قرية قرى، مفرد أطفال طفل. من الذين خرجوا من القرية؟ باخد خط ثلاثة الاستفهام، علامة الاستفهام، بجاول أقول الذين خرجوا من القرية هم 3 أصدقاء خرجوا من القرية. بنى الصديق الأول مدرسة، بنى الصديق الثاني مستشفى، بنى الصديق الثالث مصنعا. متى خرج الأصدقاء؟ الأصدقاء خرجوا إمتى؟ هذا خط على أداة الاستفهام، علامة الاستفهام، بقول إن الأصدقاء خرجوا إمتى؟ في قديم الزمان، أي في قديم الزمان خرج 3 أصدقاء، يبقى هنا خرج الأصدقاء في قديم الزمان، يبقى هنا خرج الأصدقاء إمتى؟ في قديم الزمان. عايزين كلمة من القطعة فيها مد بالياء. برافو عليكم، كلمة قديم. كلمة من القطعة ديت بلا لام شمسية، الزمان. طيب كلمة برضو من القطعة دي فيها مد بالألف، عاد وعندي أصدقاء وعندي أطفال. عندي سؤال بعد كده اسمه تصنيف الكلمات، عندي مصنع، عندي مدرسة ومستشفى. الكلمات دي كلها هكتب كل كلمة مع الكلمة المناسبة لها. يعني أول كلمة عندي مهندسون، مهندسون بيكونوا في المصنع ولا المدرسة ولا المستشفى؟ يكونوا فين؟ في المصنع. إجابة صحيحة. الآلات والمعدات موجودة في المصنع، المدرسة، المستشفى، في المصنع. إجابة صحيحة. بعد كده عندي المقاعد، المقاعد موجودة في المصنع، المدرسة، المستشفى، في المدرسة. برافو عليكم. عندي التلاميذ موجودين فين؟ في المصنع ولا المدرسة ولا المستشفى؟ موجودين فين؟ في المدرسة. برافو عليكم. الممرضات موجودين في المصنع ولا المدرسة ولا المستشفى؟ إجابة صحيحة. الحجرات في المصنع، المدرسة، المستشفى. إجابة صحيحة. المرضى موجودين في المصنع، المدرسة، المستشفى. إجابة صحيحة. الأطباء موجودين في المصنع، في المدرسة، ولا في المستشفى؟ الأطباء بيعملوا في المستشفى. إجابة صحيحة. الفناء اللي هو الحوش، الملعب اللي احنا بنلعب فيه في المدرسة، هل هو موجود في المصنع، في المدرسة، في المستشفى؟ في المدرسة. إجابة صحيحة. المعلمون موجودين فين؟ في المصنع، في المدرسة، في المستشفى. في المدرسة. إجابة صحيحة. آخر كلمة معانا، العمال موجودين في المصنع، في المدرسة، في المستشفى. إجابة صحيحة، في المصنع. إجابة صحيحة. المشترك بقى عندي الحديقة والمدير والمبنى. طبعا في حديقة في المصنع، في مدير في المصنع، في مباني في المصنع. الحديقة والمدير والمباني موجودين برضو في المدرسة، عندي حديقة في المدرسة، عندي مدير مدرسة، عندي برضو مباني في المدرسة.
الحديقة والمدير والمباني موجودين برضو في المستشفى، الحديقة في المستشفى ومدير المستشفى ومباني برضو فين؟ في المستشفى. أشكركم جدا شكرا جزيلا أصدقائي في الصف الثاني الابتدائي، وأتمنى لكم التفوق والنجاح. تحياتي لكم جميعا، مستر أحمد أبو الخير.